تعتبر كنيسة اللاتين الواقعة في وسط مدينة السلط واحدة من أقدم الكنائس في المملكة، والتي يعود بناؤها إلى عام 1870. وبالإضافة إلى مكانتها الدينية، فقد أصبحت إلى جانب الدير المجاور معلما سياحيا يفيد إليها الزوار من بلدان كثيرة، حيث يوجد فيها مزار للقديسة ماري ألفونسين مؤسسة الرهبنة الوردية. كاميرا نورسات زارت الكنيسة وأعدت التقرير التالي. في محطة مميزة من سلسلة حلقات كنيسة، نقف اليوم على باب كنيسة وقف على أبوابها وعاش بين جدرانها قديسون مجيدون، كرسوا حياتهم وأنفسهم لخدمة الكنيسة ولإيصال بشارة السيد الأعظم. كنيسة انتقال السيد العذراء للاتين في مدينة السلط هي محط أنظارنا لهذه الحلقة، لنستمتع وإياكم بتلك المشاهد الغنية والتعرف على تاريخها النير. تقع كنيسة انتقال السيد العذراء قرب ساحة العين في مدينة السلط، حيث تعد رابع أكبر مدن المملكة الأردنية الهاشمية. تقع هذه المدينة على الطريق الرئيسي القديم المؤدي من عمان إلى القدس، وتبعد حوالي 27 كيلومترا عن العاصمة عمان. دعيت الكنيسة باسم أم الكنائس باعتبارها الكنيسة الأولى التابعة للبطريركية اللاتينية في الأردن. خدمها في القرن الماضي العديد من الآباء والراهبات الذين وضحت بصماتهم في الكنيسة، وما زال يخدمها آباء أجلاء حافظوا واعتنوا بكل حجر من زوايا الكنيسة. في داخل الكنيسة عند دخولنا إليها نجد تصميما معماريا ونقوشا فنية مستوحاة من التراث المحلي، بالإضافة إلى تصميمات أوروبية وخاصة من إيطاليا. وهنا نذكر الأب جان مورتيان الذي وضع مخطط الكنيسة وأشرف على بنائها الأب جوزيف جاتي، حيث ابتدأ العمل في بنائها منذ عام 1870 واستمر حتى عام 1886، وساهم في بنائها عمال مهرة من بيت ساحور وبيت جالة. التقت عدسة نورسات مكتب الأردن بالأب رياض حجازين راعي الكنيسة، حيث حدثنا عن الرعية وتاريخها وجدرانها الأثرية المملوءة بالقداسة بتفصيل، فقال: احنا هون أول شيء في أول كنيسة لاتينية بنيت في شرق الأردن في مدينة السلط. السلط هي أول كنيسة بنيت في هاي المدينة تقريبا في سنة 1866. أرسل كاهن رعية نابلس كان اسمه دي أكتيس بطلب من بطريرك القدس أن يبدأ بتأسيس رعية في مدينة السلط، وبالفعل وصل للسلط لكن قعد بجوز فقط سنتين، وأغلب وقته قضاها يستأجر بيوت في الرعية حتى يصلي ويسكن في الصلاة. في 1869 عين مكانه كاهن جديد لكنيسة الصلاة الأب جان موريتان، خدم سنتين كمان في الصلاة، وعلى دوره ابتدأ في بناء الكنيسة في الصلاة، لأن الرعية صارت كبيرة، صاروا بحاجة لكنيسة لأن البيوت بطلت تكفي مكان للصلاة، فبدأ ببناء كنيسة في السلط. والكنيسة هي المضبوط راح يشوفها كمان شوية، هي قاعة حاليا تحت الكنيسة، لكن للأسف الأتراك في حينها اللي كانوا هم مسيطرين على المنطقة لم يسمحوا له ببناء كنيسة كبيرة، فقط أعطوه إذن لبناء كنيسة 10 متر في 6 متر بس. طبعا
سنة سنتين الكنيسة برضو كمان بطلت قادرة إنها تسع المصلين، فبدأ يفكر في بناء كنيسة أكبر حتى تسع المصلين من رعية السلط الجديدة. فبعده أجا كاهن اللي هو بالفعل بقدر نسميه مؤسس رعية السلط اللي هو الأب جوزيف جاتي اسمه. في سنة 1881 بدأ في بناء كنيسة فوق الكنيسة القديمة. طبعاً الكنيسة القديمة صغيرة، فانجبروا يوسعوا الكنيسة القديمة حتى الكنيسة الجديدة اللي بتم يبنوها تطلع أوسع وأكبر وتكون قادرة إنها تسع المصلين. وبالفعل 1881 بلشوا في بناء الكنيسة، 1886 انتهى البناء الكنيسة الجديدة اللي سموها كنيسة انتقال السيدة العذراء إلى السماء. كنيسة السلط بتوقع انه بنيت على الستايل اللي بيسموه الجوتيك، بالعربي الستايل القوطي، الهندسة القوطية، اللي هي بناء بدون أعمدة داخل الكنيسة، فقط الأعمدة على جوانب الكنيسة، وآخر الكنيسة فوق بكون زي قوس، فبتكون الكنيسة ما فيها ولا أي عمود. وبتوقع إحنا عندنا ثلاث كنائس من هذا النوع، اللي هم كنيسة بيت جالا، كنيسة البطريركية الكاتدرائية في القدس، وكنيسة السلط. فهذا نوع البناء، نوع الهندسة اللي اتبعوها في بناء هاي الكنيسة. جابوا رسام من هولندا حتى يرسم الكنائس في شرق الأردن وفي حينها، اللي كان أولهم طبعاً السلط، بعدين كنيسة ثانية اللي هي كنيسة رميميم. وبالفعل عمل هاي الأيقونات وحاول إنه في الصورة الكبيرة اللي بيشوفها إنه يمثل، يعطينا فكرة عن الكنيسة اللي هي كنيسة انتقال السيدة إلى العذراء، طبعاً مع مناظر مختلفة على الجهتين، على جهة اليمين وعلى جهة الشمال من الكنيسة. وطبعاً في سنة 1927 صار في هزة في منطقتنا، والكنيسة كثير تأثرت بهاي الهزة، صار في تصدع في الجدران. في حينها حاولوا إنهم شوية يرمموا هاي الكنيسة، فوضعوا إطار إسمنتي خارج الكنيسة حتى يسندوها شوية، وداخل الكنيسة عند السقف تقريباً وضعوا حديد، ربطوها بحديد حتى، لأن الكنيسة تصدعت وكان خايفوا أنها تنهار الكنيسة. ففي حينها اشتغلوا هذا الشغل حتى يحافظوا على الكنيسة ما تنهار. قبل أكثر من 125 عاماً كان حال المسيحيين المؤمنين هزيلاً، فالجهل ونقص الديانة كان في تلك البلاد والأيام محزناً جداً. ونظراً لما سمعه الأب جوزيف جاتي عن النجاحات التي تقدمها إرساليات راهبات الوردية في توعية المؤمنين وتنشئتهم تنشئة مسيحية صحيحة، فقد اتخذ القرار بمخاطبة غبطة البطريرك منصور براكو بطريرك القدس للاتين من خلال رسالة يطلب فيها حاجته إلى مجموعة من راهبات الوردية ليخدمنا عنده في الدير ويشرفنا على إدارة مدرسة البنات الموجودة في نفس الدير. وبالفعل لبت الراهبات نداء الطاعة، فحملنا أنفسهن، وكنا أربع راهبات من ضمنهن كانت راهبة تدعى ألفونسين. جئنا قادمات من بيت ساحور إلى السلط متناسيات مشقة السفر وتعبه، سعيدات بما سيقدمنه للسلط وللمؤمنين فيها من خدمات روحية وتعليمية. أول كنيسة كانت موجودة هون، بنيت ب 1869
وتم تدشينها 1871. هلا الكنيسة، حدود هاي الكنيسة زي ما حكيت إنه الأتراك لم يسمحوا ببناء كنيسة كبيرة، فقط 10 × 6 متر مساحة الكنيسة، وكانت هاي الكنيسة القديمة. هلا لما بنوا الكنيسة اللي فوق بدهم إياها تكون أكبر وأوسع، فانجبروا كمان في هاي المنطقة إنهم يوسعوا كمان حتى تطلع الكنيسة الكبيرة أكبر من القاعة. فبتوقع كل هذا الجزء حتى اللي خلفي هذا كله جزء يتم إضافته بهدف توسيع الكنيسة الموجودة فوق اللي هي الكنيسة الحالية. هلأ كنيسة السلط بيسموها بالفعل أم الكنائس، أم أول كنيسة لاتينية بنيت في شرق الأردن. نقطة ثانية كمان، كنيسة السلط أو رعية السلط بالذات كمان هي أول كنيسة تستقبل رهبات الوردية في شرق الأردن. في سنة 1887 أجا مجموعة من الرهبات الوردية حتى يخدموا في الرعاية في شرق الأردن، وطبعاً كانت أول رعية السلط، فوصلوا هنا لمدينة السلط. ولحسن حظ هاي الرعية كمان إنه من أول الرهبات اللي وصلوا للسلط كانت القديسة اليوم الأم ماري ألفونسين، كان وفد وكان معهم الأم ماري ألفونسين اللي هي بعدين أسست رهبانية الوردية وأصبحت فيما بعد قديسة على مذابح الكنيسة. بحسب كتابات الأم ماري ألفونسين إنه أول سكن لهم كان في القاعة اللي تحت الكنيسة، ويبدو إنه هذه المنطقة الجديدة اللي إحنا موجودين فيها كانت غرف، لأني أنا كمان بتذكرها إنه كان هاي المنطقة غرف وزيلت فيما بعد، وإنه رهبات الوردية أول ما سكنوا أول دير كان لهم في هاي المنطقة بالذات اللي إحنا موجودين فيها، هذا الجناح من الكنيسة القديمة. في 14 من شهر شباط عام 2015 أعلن قداسة البابا فرانسيس الراهبة ألفونسين التي ولدت في القدس باسم سلطانة عام 1843 وانخرطت في سلك الرهبانية عام 1860 قديسة على مذابح الرب. وبعد 6 شهور من إعلان قداسة الأم ألفونسين، عمل مكتب فضائية نورسات الأردن على البحث والتقصي عن مكان إقامة القديسة ألفونسين في مدينة السلط، وتحديداً في ذات الدير، حيث تم إنتاج فيلم وثائقي عن حياتها داخل الدير، وتحديد الأماكن التي قطنت بها القديسة نسبة للوثائق والتحليلات التي أدلى بها شيوخ المدينة. وبعد الانتهاء من عمل الفيلم الوثائقي، تورعت الدكتورة باسمة السمعان حاملة الصليب الذهبي لفرسان القبر المقدس وعائلتها على نفقتهم الشخصية بإعادة ترميم المكان الذي عفى عنه الزمن وأعادت الحياة إليه من جديد. ونتذكر هنا حفل التدشين الرسمي الذي احتفل به غبطة البطريرك فؤاد الإطوال بطريرك القدس للاتين بحضور جموع من الرسميين والمسؤولين، مدشنا المكان بالماء المقدس ومعلنا بشكل رسمي للجميع عن مزار جديد للبطريركية اللاتينية. وخلال الاحتفال قلد غبطة البطريرك الدكتور السمعان وسام القبر المقدس الذهبي وشهادة تقدير لجهودها في كل ما قدمته في خدمة الكنيسة في الأردن، وخاصة لهذا المكان الذي سيبقى شاهدا على عطائها ومحبتها للرهبنة الوردية. لم يقتصر الحلم والإنجاز في هذا المكان المبارك على ما أنجزته السمعان، بل بسواعد الأب رياض حجازين راعي الكنيسة وبدعم من أبناء الرعية في محافظة البلقاء مدينة السلط قاموا بترميم بقية المكان، فأصبح الآن من أكبر المزارات المقدسة في الأردن الذي بدأ يستقطب السياح للتبرك منه. في هذا المكان بالذات السيدة باسمة السمعان حتر أحبت أنها تكرم القديسة ماري ألفونسين، فتبرعت ببناء مزار
في نفس المكان للقديسة الأم ماري ألفونسين سنة 2016. بعد إعلان قداسة الأم ماري ألفونسين بسنة تم تدشين هذا المزار بحسب رغبة السيدة باسمة السمعان. طبعاً هاي القاعة مرت في مراحل كثيرة. في البدايات كانت كنيسة، بعدين مع المدرسة لما تم افتتاح المدرسة في الصلق أصبحت فيما بعد مسرح تابع للرعية ولمدينة الصلق، لأنه كمان بالصلق تتشرف كمان إنها تكون أول مدرسة موجودة وأقدم مدرسة حالياً، هي مدرسة اللاتين في الصلق. تأسست عام 1869، يعني القوارني أول ما وصلوا الصلق كان يصلوا ببيت واستأجروا بيت كمان لمدرسة. فبعدها بفترة قصيرة كمان حاولوا وعملوا مدرسة للبنات في الصلق. وطبعا مين كان مسؤول عن هاي المدرسة؟ رهبات الوردية، لأن رهبات الوردية أحضروا خصيصاً للاهتمام في العنصر النسائي في هذه المنطقة، لأن العنصر النسائي كان مهمل، لا مدرسة ولا تعليم ولا أي شيء. فأجوا الرهبات خصيصاً حتى يهتموا بهذه الفئة من المجتمع، فئة الستات، حتى يعلموهم، حتى كمان يعلموهم مش فقط من ناحية علمية، حتى كمان يثقفوهم من ناحية. ومن أعماق هذا المكان الذي داست على أرضه قديسة الوردية ماري ألفونسين، نطلب بركتها وشفاعتها بأن تحفظ بيعة الله من الآن وإلى أبد الآبدين. آمين. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة ملجأي في كل ضيق.